الزار موسيقى وغناء الزار جزء من الموسيقى والمأثور الشعبي المصري المهدد بالانقراض. شبه انقرض. النهارده ما فيش غير حوالي 15 واحد في مصر كلها اللي بيعرفوا ويمتلكوا هذا اللون من الغناء. حاولنا من الاول ان احنا نجمع البقيه الباقيه ونجحنا في هذا الموضوع من خلال فرقه مزاهر، وان احنا نعيد تقديم هذا الفن الموسيقي والغنائي الغني جدا والثري جدا للجمهور العام. الفتحه للنبي واحباب النبي وازواج النبي وعمر وعثمان وعلي اولاد بنت رسول الله، الحسن والحسين واست زينب كانت جدي، والاوليه والانبياء والست فاطمه النبويه، شيخ العرب السيد سيدي ابراهيم الدسوقي، سيدي عز الرجال الخضر والياس والمرسي ابو العباس، وختمنا الفواتح بالنيرين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. نجحنا من خلال أصحاب هذا الفن اللي هم الحقيقة ناس من أجمل ما يمكن يعني، ويحملوا فعلا ثراء وكنز عميق جدا جدا جدا، ومن خلال استجابة الجمهور أيضا، لأنه الناس كانت دايما متخوفة، بيقول لك بيسمعوا عن الزار بيفتكروا التلفزيون والسينما، بيفتكروا دايما الصورة النمطية بتاعت الزار في السينما إنها عفاريت وجن وذبح ورعب اكزورسيزم وحاجات زي كده. لا، الحقيقه مش كده خالص. هو موضوع من اجمل اللي ممكن، فيه جزء موسيقي وغنائي عميق جدا، فيه ايقاعات والحان من اعمق من اغرب ما يمكن، متنوعه جدا جدا. وبالتالي كان نجاح هذا الموضوع هو اللقاء ما بين الجمهور وبين المؤدي لهذا الفن. وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا والمغرب ولبنان يعني سافرت بلاد كتير عربية وأجنبية، بس في قبول ومرتاحين للموسيقى والأداء، بالرغم إن هم مش يعني الكلمات بتبقى صعبة على الأجنبي، بس حابين الموسيقى والإيقاع بتاع الموسيقى نفسها والصوت والأداء. الشعبيات ومحدش حاسس بيه وملوش اي مستقبل ومحدش سائل فيه. المفروض دلوقتي بقى الناس عليها اجبال في مكان وبره، المفروض بقى يتبهوا بقى الفن الشعبي الجميل دوت. محلي قوي مفقود في انواع كتير من الفن، يعني الفن اللي معظمه اللي هو يعتبر دلوقتي الفن المصري هو معظمه الشعبي اللي هو بيبقى تلات ارباعه اصلا الكترونيك ميوزك اللي هو مش مصري خالص. فانا بحب مزاهر عشان بقى الموسيقى مصريه جدا جدا ويونيك يعني مختلفه، مش حاجه بتسمعها كل يوم. وانا يعني الموسيقى بتحركك جامد قوي. I'm not going to do that.